أخبار اليوم. محمد أيمن شاطر حكم في القاهرة، حكم دولي في إن شاء الله. بطولة البليارد بتقام في الغردقة برعاية أخبار اليوم، كنا عايزين نعرف إيه أهم ملامحها وكم لاعب مشارك فيها. هو مجمل اللاعبين المشاركين فيها 148 لعيب، منهم 26 لعيب مصري. أهم حاجة فيها إن سببت الاتحاد المصري إدى الفرصة لست ناشئين إنهم يلعبوا في البطولة دي، أهم ملامحها. طبعا الناشئين طبعا الماتش اللي فات قبل كده كانوا اتنين أخين بيلعبوا مع محمد المسيد وقلب المسيد، ودلوقتي هيلعب كارلوس مع لاعب أردني وإن شاء الله ربنا يوفقه. كارلوس ده تقريبا أصغر لاعب مشارك؟ أصغر لاعب. عنده كام سنة؟ حوالي 14 سنة. طيب ايه اهم قوانين اللعبة وايه اهم ملامحها؟ يعني انا شايف ان هما 3 كور بس مش كالمعتاد، وان اللي بيخبط كورة مرتين بيلعب على كورة وبيخبطها. اللعبة دي اسمها 3 اطباء، يعني لازم كل واحد طبعا بيلعب بالبيدية، لاي بيلعب بالبيدية الصفرة كان بيلعب بالبيدية البيضة. عشان يتحسب البونت لازم البيدية بيلعب فيها اللعيب يخبط في البليتين التانيين بس، بحيث انها تاخد 3 بند قبل ما تاخد البليت. يعني لو لعب على البليت لازم تاخد 3 بند الاول وبعدين تيجي في البليت كده تكسب البليت. طبعا الادوار التمهيد حسب من ترتيب بند لغايه الدور التمهيدي الاخير بيتلعب 40 بند اللي هو يوم الاربعاء، وان شاء الله طبعا النهائيات يوم الخميس بتلعب برضه 40. اهم قوانينها ايه؟ يعني انها تاخد 3 بند، دي هي القوانين. طبعا يعني اي حاجه ثانيه فوت او كده، ما طبعا احنا ما عندناش بوكت زي السنوكر وكده، يعني بس احنا بناخد بس هي هي الاساس بتاعها 3 بند. تمام. يعني اقل حاجه 3 بند، ممكن 3 بند فاكثر، ممكن 4 ممكن 5. عدم انتشارها في مصر ده راجع لايه؟ والله يعني راجع لانتشار البول اكتر، يعني لعبه البول ولعبة الصورة، يعني بس لعبة طبعا أكثر منتشرة طبعا في الشوارع، فدي طبعا محتاجة طبعا حمدية وترابيزاتها غالية، المعدات بتاعتها غالية. لأن الترابيزة ما فيهاش بوكت، الترابيزة أنا شايف إنها مختلفة ما فيهاش بوكت. طبعا أغلى ترابيزات في مصر. أغلى ترابيزات. تمام، هي ترابيزاتها بتتصنع هنا في مصر ولا؟ بتتصنع فين؟ بتتصنع جابرييل فرنسا، وطبعا كوريا دلوقتي بتتصنع. كوريا الجنوبيه طبعا يعني تنطلق بالقوه نحو ال 3 بند، هنشوف طبعا كوريين كتير بعد كده حاجه بسم الله ما شاء الله. وبلجيكا طبعا برضه يعني بيقولوا عليها. في كام لاعب بلجيكي وكام لاعب فرنسي مشاركين؟ لا بصراحه العدد طبعا تمام كم عدد، بس هتلاقي لعيبه بلجيكا طبعا يتعدوا 8 9، هتلاقي لعيبه كوريين يتعدوا مثلا 15 16، زي تركيا طبعا طبعا بتاعت عدد كبير، يعني اكبر دول مشاركه بتبقى مثلا اكبر دول مشاركه تركيا وكوريا. وبلجيكا طبعا اللعيبه الكبار بتوعها يعني حوالي 6 7. بشكر حضرتك جدا وبتمنى التوفيق للجميع.